ويا هلا وسهلا بكم في جي تي اي 5 اونلاين، ورح نتكلم تحديدا عن النايت كلوب وبشكل مفصل، ويعتبر من افضل الاعمال الموجودة واكثرها تميزا وربحا في المال والاسهل في التوصيل، حيث تحتاج مركبة واحدة لعمل الدليفري. ورح اعطيكم اليوم افضل التفاصيل، ورح تكونوا افضل نايت كلوب بعد هذا الفيديو باذن الله. تابع معي للاخير ويلا نبدأ. وعشان تشتري النايت كلوب، كل اللي عليك تفتح جوالك وتختار ميز بانك فور كلوجر، وقم بتحديد النايت كلوب، وراح تظهر جميع أماكنها في أنحاء لوس سانتوس. ونصيحتي دائما اختر في شمال مدينة لوس سانتوس، والسبب يعود لأنه عمليات الدليفري تكون يا شمال المدينة أو جنوبها، وبكل سهولة راح تتوسط عمليات الدليفري، وجميع عمليات الدليفري راح تكون سهلة وقريبة منك. طبعا في هذا الشهر يوجد تخفيض 40%، ويجب علينا جميعا نستفيد من هذا التخفيض. تظهر الآن عندكم خيارات، الخيار الأول والثاني والثالث للديكور، وهذا غير مهم بالنسبة لك كمبتدئ. اللي يهمنا الخيار الرابع، وهو عبارة عن الاستوريج، وهذا الاستوريج اللي راح تخزن فيه البضاعة، وانت راح ترفع البضاعة قد ما تقدر حتى تبيع بأعلى سعر. ونصيحتي مباشرة ارفعها لرقم 5، لأنك راح تبيع حدود 2 مليون. نعم راح تأخذ وقت حتى تملأ هذا المخزن، ولكن بعد امتلائه راح تحصل على ديليفري من شاحنة واحدة، ولا يمنع انك تشتري جميع المواقف اللي موجودة عندك في النايت كلوب. وبعد ما تشتري النايت كلوب، يجب عليك اكمال السيت اب مثل اي بزنس. ويلا الان نروح على كمبيوتر موجود فيه كافة معلومات النايت كلوب. Let's go. وكل اللي عليك تضغط السهم يمين او يسار حتى تجلس على هذا الكمبيوتر، وراح تفتح معك هذه القائمة. ومن اول خيار الهوم راح يظهر معك مستوى البضاعة الى كم وصلت، وزي ما تشوفوا الان في الصفحة توجد 7 اعمدة، وهي عبارة عن الاعمال اللي انا استثمرها في النايت كلوب. طيب ما هي هذه الاعمال؟ هذا سؤال طبيعي. هي عبارة عن اعمال 5 منها تخص الام سي كلوب، يعني لازم يكون عندك ام سي كلوب، ولازم تشتري جميع المصانع الخمسة او على الاقل 4 منها. والسادس راح يكون مختص بالكارغو والشيبمنت، وهي تختص لاعمال المخازن. والسابع والاخير راح يكون سبورتنج جودز، وهو مختص بالبانكر، ويجب عليك امتلاك هذه الاعمال حتى تشغل النايت كلوب تبعك. والسؤال اللي بعده، مين اللي راح يشتغل لي هذه الاعمال؟ ولو تدخل على الخيار الرابع راح تلاقي مجموعه عمال في الوير هاوس مانجمنت، وهذول العمال لا تتوقعهم ببلاش، يجب عليك شراء كل عامل على حده. وزي ما تتضح عندكم الصورة عددهم 5، بامكانك تعيين هذول الخمسة في احد الاعمال السبعة اللي موجودة عندك، ومو لازم يكون عندك السبعة اعمال، على الاقل 5 اعمال حتى تشغل جميع العمال اللي تملكهم. وبعد ما ينتهي جميع العمال من الاعمال، راح تلاقي انه ستوك عندك شبه ممتلئ وبامكانك عمل البيع. ولكن كيف تخلي الستوك تبعك ممتلئ تماما؟ بعد ما ينتهي احد عمالك من ملء المخزن تبعه، تظهر لك علامة تعجب عند صورته، او احيانا يتصل عليك توني او يرسل لك رسالة، وتوني هو مدير النايت كلوب تبعك. كل اللي عليك تقوم بتعيين هذا الموظف الى عمل اخر، يعني يجب عليك امتلاك 7 اعمال. والآن عندك معلومات كيف تدير موظفينك، وكيف تجني فلوسك، وكيف تستفيد من المخازن تبعك. وفي الخيار الثاني النايت كلوب مانجمنت، هنا تعرف شعبية النايت كلوب تبعك، وكل ما كان النايت كلوب تبعك فل الفل، راح تكسب كل 48 دقيقة 50,000، وهذا الشهر يوجد تريبل ماني، يعني راح تكسب للمرة الواحدة 150,000. وللمعلومية هذه الخزنة لا يمكن تخزين أكثر من 250,000، بالتالي خذ المبلغ أول بأول أو راح يضيع عليك. وهذه الخزنة هي اللي تميز النايت كلوب، كل 48 دقيقة راح تحصل على مبلغ، بشرط الحفاظ على شعبية النايت كلوب تكون في أعلى طاقتها. ونصل إلى أهم خانة، وهي خانة الأبجريدز، إيش اللي تحتاج منه، وإيش المفيد وإيش الغير مفيد، وجميعها مهمة ومفيدة للنايت كلوب تبعك، ويلا نشرحها أول بأول. والخيار الأول، وهي ترقية المعدات أو الإكويبمنت أبجريدز، وهذه باختصار راح تسرع لك عملية الإنتاج. والستاف أبجريدز أو تزويد عدد الموظفين راح يساعدك على التقليل من نزول شعبية النايت كلوب تبعك. والخيار الأخير مختصة بالسيكوريتي أبجريدز، وهي الأمن والسلامة في النايت كلوب تبعك، حتى لا يتعرض النايت كلوب تبعك للمداهمة من الشرطة أو بعض المنافسين الأعداء. والآن نذكر ملاحظات سريعة. أول ما تدخل النايت كلوب تبعك، يجيك إشعار من مارسيل بوجود شخص غير مرغوب به
يجب التخلص منه من النايت كلوب تماما، وهذا شيء جدا مهم للحفاظ على شعبية النايت كلوب تبعك. وأول ما تتخلص منه راح تكسب مبلغ مالي حدود 10,000، وبالإضافة لرفع شعبية النايت كلوب وكذلك العائد راح يفيدك في الخزنة تبعك. وهذه تعتبر أسهل طريقة لرفع شعبية النايت كلوب تبعك. وأحيانا يصلك إشعار من مارسيل لتوصيل شخصية في آي بي مهمة جدا، ويجب عليك القيام بهذه المهمة بحذافيرها حتى ترفع من شعبية النايت كلوب تبعك. ورح تجد أن توني يتصل عليك ويحذرك بالاهتمام بهذا العميل الفي آي بي وتوصيله بسلام. وكل اللي عليك عشان توصله بسلام لا تسرع نهائيا، امشي ببطء حتى تصل إلى المكان المطلوب. وبصراحة تعتبر هذه المهمة نوعا ما غثيثة ولكن أفضل من بعض المهمات. ولا تنسى أنك رح تكسب 10,500 من هذه المهمة. وللمعلومية بإمكانك الاتصال على شخص يدعى يوهان، وهذا الشخص هو المسؤول عن المخازن والمسؤول عن جميع الموظفين لديك. ومن خلال الاتصال عليه بإمكانك معرفة كم وصل المخزن لديك وكذلك طلب مهمة من عنده. والسؤال التالي: ما فائدة هذه المهمة؟ وهذه المهمة بإمكانك طلبها كل 24 دقيقة ورح تفيدك لملء المخازن لديك من الكارغو والشيبمن، يعني مثل السورسينج في الهانجر والمخازن. وكل اللي عليك سريعا تتوجه للمكان وتتخلص من جميع الأعداء وتسرق الكارغو، ومباشرة تقوم بتسليمه للنايت كلوب تبعك. وبهذه الطريقة راح تساعد على ملء المخازن تبعك، وراح تكسب طبعا مبلغ مالي حدود 12,500 تقريبا، وهذه من أحد الطرق اللي تفيدك وتختصر عليك وقت لملء المخازن تبعك. وعند عملية البيع يجب عليك امتلاك الشاحنة الكبيرة، وراح اشرح لكم من وين نشتريها وكيف نطورها وكم راح تكلفنا. كل اللي علينا ندخل على الوارستوك ونبحث عن الشاحنة، وهي مميزة ومعروفة وراح تكلفنا في حدود 320,000. وأول ما نشتريها طبعا حدود دقيقتين إلى 3 دقائق راح توصلك في النايت كلوب تبعك. وأول ما توصلك ضروري جدا تضغط على السهم يمين بعد ما تركب الشاحنة عشان تعملها موديفايد أو تعديل. أنصحكم بأقوى إنجن وأقوى فرامل وعليها تيربو، وطبعا لازم تركب لها سلاح، والسلاح راح يفيدنا ضد الأعداء سواء كانوا كمبيوترات أو كانوا لاعبين. والأسلحة طبعا من قسمة لنوعين: نوع بريميري اللي هو الأساسي، اختار طبعا الميسايل، والسكندري اختر الالغام او الماين، بروكسوميتي ماين. اعتقد الان السيارة جاهزة ويلا نعمل سيل ميشن، نعمل بيع. وطبعا اذكركم انه هذا الاسبوع يوجد دبل ماني، يعني المليون مليونين، والاثنين مليون راح يكونوا 4 ملايين. وللمعلومية توني راح يحصل على نسبة من عملية البيع، في المليون راح يحصل على 100,000، والبيع راح يكون في سولو لوبي، وانا عادة ابيع في الببليك لوبي، والسبب راح نحصل على 2% من كل لاعب موجود في السيرفر، وهذا شيء جدا مغري. وكالعادة عمليات التوصيل تبع النايت كلوب جدا سهلة، راح نوصل لثلاثة اماكن وبكل تأكيد كلها قريبة من بعض. اللي يخلي النايت كلوب مرة حلو ومحبوب لدى الأغلبية إنه سولو فريندلي، دائما توصيله سهل ويكون قريب، ما في أي صعوبة ولا أي تعقيد، حتى الأعداء اللي ضدك يكونوا سهلين. والنايت كلوب ما راح يتطلب منك مجهود إضافي، يعني ما راح يقول لك سوي لي سبلاي ولا راح يقول لك سوي لي سورسينج. كل اللي عليك توظف عمالك على 7 أعمال اللي موجودة وهم بيشتغلوا عنك، وغير الخزنة اللي موجودة اللي راح تعطيك كل 48 دقيقة 50,000، يعني شيء خرافي. وتخيلوا انه سيارات الدليفري انتوا اللي تعملوها وانتوا اللي تحسنوها وتقووها وتعملوا لها اسلحة، وهذا اللي يخلي عمليات السلميشن تبع النايت كلوب ممتعة. شوفوا الان نغير بس على الميسايل وفجر الاعداء تماما. توجد ملاحظة كذلك انه انت ما تحتاج الا هذه الشاحنة والسيارة الصغيرة فقط، والسيارة الصغيرة اللي هي الفان. ويلا نكمل عملية التوصيل. طبعا يعطيك leave the area، يعني لابد ان نخرج من هذا المكان، يلا نغادر. وكسبنا 2,695,300 دولار. يا سلام يا سلام.
طبعا بهذه الشخصية ما كان عندي الاستوك كامل، وبشخصية الأساسية عندي الاستوك شبه ممتلئ، وقلت أكيد راح أنتظر لين يصير فول استوك وراح أبيعه في لوبي عام وراح نكسب بالاثنين بالمئة على كل لاعب. الله يعطيكم العافية، لهنا انتهى الفيديو، أتمنى ما تحرموني من اللايك لأني والله تعبت على هذا الفيديو. الله يسعدكم، وإن شاء الله كان شرحي كافي ووافي. أشوفكم على خير وفي أمان الله.